يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. ام علي بسر الصنعة، هنعملها بالجلاش ايا كان المكون اللي هتعملي بيه، جلاش مقطعه ومدياله معلقه سمنه وحطاه في الفرن يتحمر، وممكن نقطتين زيت ويتحمر، ممكن تحمريه في زيت زي العيش بتاع الفته، مفيش اي مشكله خالص. عندنا كمان معلقتين كبار قشطه، ويا سلام لو وش اللبن احلى واحلى، ومعلقتين كبار دقيق، دول اللي مع اللبن هيدوني الطعم الكريمي بتاع الكريمه الجاهزه وهي ما فيهاش كريمه، ومعلقه زبده لو موجوده عندك دي اختياري، وبعد كده عندي كريم شانتيه باودر، بعد كده لبن. طيب هعمل شويه بالفاكهه، هعمل ام علي بالفاكهه، فانا كده هبقى محتاجه شويه فاكهه من اللي موجوده عندي في الثلاجه. انا حاطه تفاح على موز على فراوله وجبرنا على كده، وعندي كميه مكسرات سوداني ومكسرات وجوز هند وزبيب، خلطتهم كلهم على بعضهم بالشكل ده، وده اللي هحشي بيه قلب ام علي، وده الاصل بتاعنا، وهنعمل فيه دلوقتي حركه جهنميه اللي هي ايه هنعرفها لما نجيلها. بس كده دي مقادير ام علي الجميله اللي قدامكم النهارده دي، وخصوصا الطاجن اللي حاطه فيه فاكهه، عامله طبقه فاكهه من جوه في منتهى الجمال، مغذيه جدا جدا، مفيده جدا جدا، وبتدفي جدا جدا جدا. انا هشتغل في طاجن فخار اللي هعمل فيه ام علي اللي متعودين عليها بالمكسرات العاديه، وجايبه كمان معايا طاجن بايركس ده اللي هعمل فيه بالفاكهه، يبقى الاثنين دول اللي هنعملهم النوعين بتوعنا النهارده مع بعض. اول حاجه هعملها هنزل الجلاش نص هنا ونص هنا، وهشيل النصين التانيين دلوقتي كده، نص كده ونص هنا بالشكل ده، شايفين ازاي؟ ناخد شوية هنا اهو، وطبعا اللي بالجلاش اسهل حاجة في الدنيا. وبعد كده سر الصنعة بتاعنا بقى هيبقى في اللبن اللي هسقي بيه ام علي، عشان كده بقول لكم ايا كان اللي انا هعمل بيه ام علي، يعني ممكن اعملها بالكرواسون البايت، ممكن كمان اعملها بفينو متحمص، ممكن نعملها بايه كمان يا جماعة، برقاق، ممكن اعملها بعجينه الملفي الجاهزه، لو حد يقدر يجيب العجينه دي ويعمل بيها هتبقى زي الفل ان شاء الله. تعالوا بقى دلوقتي سر الصنعه عندي هنا في اللي انا بعمله ده، لبن، طبعا انا بزود اللبن لان انا هشتغل في طاجنين مع بعض. بصوا ازاي هعمل ايه بقى في اللبن ده، اللبن ده ساقع، هاخده على النار كده، وقبل ما يسخن معايا هننزل فيه كل لتر لبن هياخد معلقتين كبار دقيق، حطهم كده، ده بقى اللي بيدي الطعم الكريمي والقوام الحلو جدا جدا بتاع ام علي الجاهزه. وهحط كمان نص كوبايه كريم شانتيه باودر، وهقلب ادوب كله كده، واللبن لسه ما سخنش بالشكل ده، بصوا بمشي معاها ازاي كده، انا كاني بالظبط بعمل كريمه على ايديا، دي والكريم شانتيه، وبقلبهم بالراحه كده، شايفين الرغوه دي، الرغوه دي اللي هتديني قوام الكريم، بصوا المضرب كاني عامله كريمه بالظبط، معلقه زبده تديني طعم غني اكتر، وفي نفس الوقت تحبك لي طعم الكريمه، فاهمين ازاي كده، هو اهي في اللبن نفسه. حلو الكلام، حلو الكلام، كلام جميل وكلام زي الفل. وبعدين هجيب السكر وهحلي اللبن كده، والسكر هنا يا جماعه حسب الرغبه زي ما انتم عايزين، وهقلب كويس. السكر اللي انا حطاه ده حوالي كوبايه سكر على 2 لتر، فعايزه تزودي عايزه تقللي براحتك خالص. طيب بصي بقى كده يا سمر، بصي يا ستي، المكسرات بتاعتنا دي المكسرات اللي هحطها في القلب، سر الصنعة بتاعها المكسرات اللي على بعضها بالزبيب بجوز الهند، هحط عليها معلقة سكر كده، وهحط عليها فانيليا بالشكل ده، يعني فانيليا ما حطيتهاش في اللبن، حطها في المكسرات، عشان أنا مش عايزة الفانيليا تسخن مع اللبن، أنا عايزة الفانيليا يفضل طعمها قوي جدا جدا جوه أم علي، فلو حطيتها في اللبن طعمها هيهدى. واروح مقلبه كل الكلام الجميل ده كده مع بعض،
وتبقى كده الحشوة جهزت عندي. خلاص كده يا جماعة، بصوا الزبدة ساحت، وحتى معلقة القشطة اللي حطيتها ساحت، وكله كله كله اتظبط مع بعضه. خدوا بالكم بقى من حاجة، أول ما اللبن هيبتدي يغلي عشان الدقيق اللي جواه يستوي هيديني قوام أتقل، هيديني قوام زي قوام الكريمة كده بالظبط، وهو المطلوب. تعالوا نشوف اللبن. أنا حطيت المكسرات، تشكيلة المكسرات على نص الجلاش، يعني أنا عملت نص طبقة بس من الجلاش المحمر، وبعدين حطيت عليها تشكيلة المكسرات بالسوداني بالزبيب بجوز الهند في النص، كأن الطبقة دي كده يا جماعة في النص. وكل اللي أنا مستنياه دلوقتي اللبن بس إيه يبتدي يغلي معايا عشان يطمئن قلبي إن الدقيق اللي أنا حطاه استوى. بسم الله. بص يا ستي أنا عاملة إيه تاني، أنا حاطة نص بس، نص في الطاجن ونص في البايركس، وحاطه المكسرات على النص على اساس المكسرات كده هتبقى في نص الطاجن بتاعك، وهسقي النص اللي تحت الاول، يعني مش هستنى لما احط كله كله فوق بعضه بسم الله وبعدين اسقي، لا انا هسقي اللي تحت الاول كده، الطبقه اللي تحت بالشكل ده، ويكون اللبن سخن يا جماعه وبالقوام ده. عمرها بقى ام علي المكون اللي انت عاملاه بيه عمره ما يعجن ابدا ابدا، وعمره ما تبصي تلاقيه كله شرب السوائل اللي انت حطاها ونشفت منك. ليه؟ عشان اللبن واخد قوام، مش لبن خفيف، اللبن سنه تقيل عامل زي الكريمه، الخليط الحلو بتاع اللبن اللي انا حطيته. اهي بصوا بتشربوا، بس شايفه يا سمر بتشربوا، بس بصوا شايفين ماسكه نفسها ازاي، الجلاش اللي انا عاملاه ليه شخصيه ازاي، ما دابش جوه اللبن عشان اللبن تقيل مش خفيف. هنزل كده بشوية فاكهة في كل حتة، أي تشكيلة فاكهة حلوة عندك بقى، وقد إيه أم علي بالفاكهة دي يا سلام عليها بجد، بعتبرها قنبلة. هنروح حاطين بقية الجلاش بتاعنا، جربوا بقى أم علي بالفاكهة دي وادعولي. أحط طبقة كده عليها أهي، شايفين إزاي؟ كده. وبعدين هحط هنا في الطاجن بقى التاني، تعالي رايحة فين، هنحط بقية الجلاش بتاعنا، اغطي بيه الطبقة الاولانية، وبعدين هروح جاية بقى عندي بقية المكسرات، حط كده شوية. يا جماعة ام علي اللي بنعملها دي اللي بتتباع بره بالشيء الفلاني بمبلغ وقدره، مش اي حتة، مش ام علي العادية جدا جدا اللي بتاكليها كده اللي هي شغل سوقي، لا ده احنا بنعمل شغل لحبايبنا. وحط هنا كمان شويه مكسرات. بصوا يا جماعه لو شويه اللبن اللي انت عاملاهم، لانها حصلت معايا قبل كده ولقيت الموضوع سهل جدا، لو اللبن اللي انت محبشاه بقى ده على النار بصيتي وانت بتسقي الطاجن لقيتيه خلص ولسه الطاجن عايز تاني، زودي بلبن عادي بس ما تحطيش ولا سكر ولا اي اضافات فيه، لان انت حاطه كل اضافاتك تحت. القشطه دي زي ما قلت لكم يا جماعه مش شرط طبعا تبقى بلدي خالص، يعني لو عملتيها علب شغال، لو عملتيها وش اللبن شغال، ومش هنزود عن كده، انا بس بوزع ايه حتت صغيره كده في كل حته. ماشي يا ست سمر عشان ما تزعليش، بس كده كده اهو حتت صغنطوطه خالص. خلي بالك في حلويات معينه لازم تبقى كده، يعني دي اصولها. وخلاص شايفين شربت اللبن وابتدت تترى معايا، عماله تترى اكتر واكتر، وعماله كل شويه الجلاش اللي كان هايش قد كده نزل نزل، عمال ينزل ازاي بالشكل ده، وكل ده كل ما هتشرب الجلاش كل ما تدخل الفرن وتطلع لك عسل عسل عسل. الفرن بتاعنا شغال فوق وتحت سخن جدا جدا، اول ما بدخل طاجن ام علي بروح منزلاه للوسط اللي هي درجة حرارة 200 للناس اللي عايزين الدرجات، مجرد ما الوش بيتحمر بطلعها على طول. ألف هنا وشفا عليكم يا رب.